پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. پانچواں کلمہ استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چھٹا کلمہ رد کفر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.